الله يبارك فيكم. وبس انا طالعه بسرعه جدا، كان نفسي يبقى عندي هوا الايام دي عشان اطلع اقول الكلام ده، لكن كنت حريصه جدا على كل واحد حاضر الجلسه النهارده، او بعت مسج على الفيسبوك، او حتى كان بيقابلني في الشارع يقول لي ربنا معاكي. انا بجد بجد بشكرك من كل قلبي. انت كنت اجدع من ناس كتير انا اكلت وشربت معاها. الموقف ده بين لي ناس كتير جدا، ووطد علاقتي بناس عمري ما كنت اتخيل انها تقف معايا الوقفه دي، تبقى في ظهري كده. الناس كلها متخيله ان اللي حصل لي ده كان حاجه وحشه، لا دي كانت حاجه كويسه جدا جدا جدا، لاني عرفت قد ايه ربنا واقف جنبي، عرفت قد ايه في عدل في مصر، عرفت قد ايه في ناس طيبه جدا 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 جدا، وناس بتعرف يعني ايه عيش وملح وعندها اصل. بجد كل اللي جاب لي مصحف، وكل اللي جاب لي بوكي ورد، حتى اللي جابت لي علم مصر عشان عارفه قد ايه ان انا بحب العلم ده، والله 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 فوق راسي من فوق. بشكركم جدا 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 على وقفتكم معايا، اصحابي قرايبي مامتي بابايا كل الناس اللي وقفوا معايا بشكركم جدا. ورساله لاي حد بيحاول يوقع حد ناجح، ولا اي افتراءات على ناس بتحاول انها تحقق بجد، ولما بيبقى في شر جوه الناس وموت ضمير بيخيل لبعض الناس انك ممكن تنتصر لمجرد انك تفتري على حد، او لمجرد ان انت تفكر في فكرة شيطانية توقع بيها حد. ربنا كبير جدا وكريم جدا وجميل جدا، عشان كده ناس كتير قوي لقيت لي تصالحي، ادفعي فلوس، ايه يعني مساومات، ايه كل الناس بتخلص الحاجات كده. لا، عندنا قضاء شامخ، وعندنا عدل، وعندنا دولة، وعندنا حقوق بترجع. بشكر كل واحد فيكم وقف جنبي، بشكر كل الكرو بتاعي اللي وقف ظهري، بشكر اهلي، وبشكر الناس اللي جت وقفت معايا في المحكمة كذا مرة من الساعة 8 الصبح للساعة 7 الظهر، هي ما تعرفنيش، ممكن تكون شاورتلي من بعيد. والله العظيم والله العظيم والله العظيم فوق راسي من فوق. بشكركم جدا، بحب مصر جدا 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 جدا، فرحانة بيها جدا جدا جدا.